يسعد أوقاتكم مشاهدينا في يوم الأربعاء الأول من شهر آذار، بتجدد معكم اللقاء من برنامج حديث اليوم عبر شاشتكم الأردن اليوم. حلقتنا اليوم رح نتناول فيها عدة مواضيع وأخبار وأبرز عناوين حلقتنا لليوم. سيتم تسليط الضوء على أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية، ورح نتعرف على النشرة الجوية اليومية لمحافظات المملكة وحركة السير في هذه الأوقات. وفي فقرة التواصل رح نناقش قرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء توصي بالإلغاء التام للمادة 308. وفي فقرة الكاريكاتير اليومية مع الزميلة ميس العمر. بالمفكرة اليومية رح نطلعكم على أبرز الفعاليات والمناسبات المقامة لليوم. وبفقرة حياتنا اليوم رح نعرض تقرير حول صناعة الأردن توقع أول اتفاقيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. والمزيد بموجز الأخبار لنعرف آخر التطورات والأحداث المحلية والعالمية. والآن خلونا نبدأ بجولتنا الأولى لليوم. برزت في الصحف المحلية العديد من العناوين، وكان من أبرزها: الملك إنفاذ القانون على الجميع دون تهاون. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مديرية الأمن العام، حيث استمع إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه حول أبرز الخطط التي تم وضعها لتطوير العمل الشرطي، واستعرض اللواء الركن الفقيه الخطط التنفيذية لجهاز الأمن العام والإجراءات المتخذة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمتواجدين على أراضي المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وضبطها. وأكد جلالة القائد الأعلى ضرورة الاستمرار في تطوير أداء مختلف لوحدات الأمن العام والمواكبة والتطور العلمي والتقني المرافق للعمل الشرطي، وإدخاله في المنظومة الأمنية بما يزيد من الفاعلية الشرطية وتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم على أرض المملكة. وعنوان بارز آخر من الصحف المحلية: الأردنيون يحيون اليوم ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني. تعريب قيادة الجيش العربي قصة وطن وشجاعة قائد عزو نظيرها في حقبة زمنية شهدت محطات مفصلية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية. فالملك الشاب الذي لم يمضي على تولي سلطاته الدستورية 3 سنوات استطاع بشجاعته وحكمته وقوة بصيرته إعادة ترتيب البيت الأردني. وقد عرف بأن الجيش هو أساس الدولة وسر قوتها، ففي الأول من آذار عام 1956 الموافق ليوم الخميس تحديدا، اتخذ المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش وإعفاء الجنرال كلوب من منصبه، بالإضافة إلى بقية القيادات الإنجليزية. وعنوان آخر: النواب يقر قانونا يغلظ العقوبات على مخالفي البيئة. فرض مجلس النواب عقوبات مغلظة على المخالفين لقانون حماية البيئة، رافضا في ذات الوقت عقد أي مصالحة مقابل دفع غرامات أو تعويضات مدنية. وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس النواب عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون حماية البيئة، بعد أن شرع في مناقشته الجلسة السابقة. وفرض المجلس عقوبة على كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي. وضاعف مجلس النواب العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في القانون، كما فرض ذات العقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام القانون على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك بقصد التهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.
ومن الصحف المحلية إلى أبرز الصحف العربية، ونبدأها بالقدس العربي وأبرز ما عنونت: وفد النظام يرفض التفاوض على رحيل الأسد، والأكراد يتجهون لتسليم منبج لقوات النظام. وعنوان آخر: انسحاب المغرب من الكركرات يقابل بتصعيد من البوليساريو. ومن القدس العربية إلى الشرق الأوسط: وفد النظام يرفض التفاوض على رحيل الأسد، دخول الروس على خط جنيف يخلط الأوراق. وعنوان آخر: خادم الحرمين في أندونيسيا اليوم. ومن الشرق الأوسط إلى الحياة: فيتو روسي صيني يمنع معاقبة دمشق، وقوات عراقية وأمريكية تفتح جبهة جديدة ضد داعش، وخادم الحرمين يحذر من حملات للنيل من وسيطة الإسلام وسماحته. وتعليق دوام المدارس في العقبة وقصبة معان والبادية الجنوبية بسبب الظروف الجوية لليوم. ومن الصحف اليومية مشاهدينا، ننتقل وإياكم الآن إلى حالة الطقس. تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئية إلى غائمة مع سقوط الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ومتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، مما يؤدي إلى تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والأودية ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من المطر أحيانا مصحوبة بالرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة وتتحول ليلا شمالية غربية. نتمنى السلامة للجميع في ظل عدم الاستقرار الجوي لليوم. والآن مشاهدينا فاصل ونعود معكم.
أهلا وسهلا فيكم من جديد. والآن مشاهدينا إلى فقرة التواصل لليوم. صدر في نهاية شهر شباط الماضي تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، متضمنا السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة، وشملت بنودا خاصة بتطوير السياسة الجزائية وتحديثها. واقترحت اللجنة الملكية في هذا الخصوص على أن يتم تعديل قانون العقوبات الأردني خلال الربع الثالث من عام 2017، وحددت الجهات المكلفة بالتنفيذ وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي. كما قدمت اللجنة النصوص التشريعية المقترحة للمواد 98 و308 من قانون العقوبات، حيث أضافت للمادة 98 فقرة ثانية تنص على أنه لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على الشرف. كما اقترحت اللجنة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاما. لمناقشة الموضوع أكثر يشرفنا أن يكون معنا المحامي سائد كراجة. سعد أوقاتك أستاذ. أهلا، صباح الخير، أهلا بكم. أهلا فيك أستاذ. بالنسبة إلى 308، بدنا نناقش بداية دستورية 308 بقانون الأردني. مثل ما بنعرف قانوننا يمنع التمييز والتفرقة بين الذكر والأنثى، هل 308 دستوريا بتحقق التفرقة، وما هي الحل بالنسبة لنا أو بالنسبة كمحامي أو قانوني حضرتك؟ يعني أنا لا أذهب لمسألة الدستورية في قضية مناقشة هذه المادة، ولكن الواقع أنه صار في إجماع على أنه هذه المادة لا تمثل لا وجهة نظر دينية ولا وجهة نظر عشائرية ولا وجهة نظر حتى قطعا أخلاقية. المسألة في هذه المادة أن هناك توجه باعتبارها اعتداء غير مبرر على النساء، وهي وسيلة لاستغلال بعض جوانب المجتمع التي تعتبر في تصورنا تجاوزناها، يعني تجاوزناها خلقا وتجاوزناها دينا وتجاوزناها اجتماعيا، وهي من قبيل الممارسات اللي إذا صدر فيها القانون بصرامة وعدل هذا النص، أنا بعتقد سيصبح لها استقبال أكبر وستقبلها الناس، لأن إلغاءها في تصوري أنا هو تعبير حقيقي عن طبيعتنا الأساسية وعن أخلاق اللي من دافع عنها اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا. طب أستاذ، في حال إلغاء 308، ما هي العقوبة التي يجب أن تحل محل قانون أو نص المادة في قانون العقوبات 308؟ والله ستي، هو قانون العقوبات يغطي كثير من هذه الجرائم، يعني في حالة حصول الزنا في 309 كمان بالإضافة ل 308 309 كمان، يعني القانون العقوبات يغطي جرائم التي تقع على التي تقع سواء على الزواج أو تقع على الأنثى أو تكون خارج نطاق الزواج. قانون العقوبات بنصوصه يستطيع أن يقيم ويدافع عن الأخلاق ويدافع عن عقد الزواج في خارج نطاق هذه الجريمة التي تبرر لشخص أن يأخذ حقه بذاته. المسألة الأساسية في هذا النص أنه يعطي للشخص مكنة أن يأخذ حقه بذاته، وهذا ضد مفهوم الدولة، مش بس ضد مفهوم الأخلاق، ضد مفهوم الدولة. هذا الشخص الذي يمارس مثل هذا الفعل يعتبر معتدي على القانون ومعتدي على الأخلاق. إضافة أنه ثبت لدينا للأسف الشديد أن هناك من يتذرع بهذه الجريمة لأغراض بنيئة أخرى، مثل الحرمان من الميراث، مثل تغطية دين، مثل محاولة الاعتداء على انتقام. فأيضا حتى الشرف الذي يدعى في كثير من هذه الجرائم ليس شرفا إطلاقا، ولكنه نوع من الزيف الاجتماعي. طيب أستاذ، لو بدنا يعني مش نخلط، بدنا نجيب مادة 98 و308، بالحالتين إحنا عم نتحدث عن المرأة. في حال إلغاء 308 وتعديل مادة 98، أنا كقانون أردني وكدولة أردنية كيف بدي أأمن الحماية للأنثى في حال الوقوع الحدث عليها الاغتصاب؟ لأنه مثل ما بنعرف إحنا مجتمع عشائري، مش
فمثل هيك حدث ما بقدر أأمن الحماية للأنثى. ففي لا صراحة الاغتصاب في قانون العقوبات الأردني الذي يقع على الأنثى يختلف عن الفعل اللي موجود 308، وهو يعني محمي بالقانون. وأيضا حتى أنه إحنا بنعرف أنه مواقعة أنثى بأقل من سن 15 يعتبر العقوبة فيه إعدام حتى لو كان برضاها. صحيح. صوري هذا النوع، هذا الحد الأعلى من الحماية اللي لو حتى كان برضاها اعتبر القانون أن هذا نوع من عدم الرضا بسبب العمر والجهل. صحيح. وبالتالي أعطاها أعلى حماية. أنا تصوري قانون العقوبات بنصوصه الحالية لن يتأثر، والمجتمع لن يتأثر بهذا الإلغاء. إن الآن نصل مادة 98 اللي كانت مدخل آخر للتحايل، يعني لاستخدام مثل هذا العذر المخفف والعذر المحل. الحقيقة ما قامت به اللجنة الملكية أمر محترم ومقبول، إنه اعتبرت إنه إذا كان واقعا على أنثى هذا مش سبب من أسباب، لأنها كانت تعرف، يعني هي تتكلم في واقع إنه أهم جرائم اللي هي تقع على الأنثى بدافع بيسمى بدافع الشرف أو الدفاع عن الشرف. وأنا شخصيا لما بقولها مع الاحترام، يعني اسمحي لي بالكلمة، جرائم قلة الشرف، لأنه لا يوجد شرف في أن يأخذ الإنسان إنسانا آخر أنثى قريبته بمظنة الشك، بمظنة الرأي، بمظنة الكلام العام. ولكن زي ما تفضلت إحنا مجتمع عشائري، نعم، لكن أيضا إحنا مجتمع متعلم، مجتمع مثقف، مجتمع موجود في طبقات اجتماعية محترمة. بناتنا ويعني وكمان صراحة البحث الموضوع وكأنه هذه جرائم الشرف طالعة كل يوم وموجودة، طبعا احنا ضد ما ضد اي جريمة. فقصدي اقول انه الوضع الاجتماعي للمجتمع الأردني أصبح مهيئا لقبول تعديل منطقي، وهذا التعديل بإلغاء هذه المادة ومنع ضعيفي النفوس من استغلال الشرف للاعتداء على الأنثى دون سبب أصبح مهيئا. والصراحة بس بدنا نوع من إنهاء القرار، بمعنى البت في الموضوع والإيمان بمجتمعنا والإيمان بثقافته. الناس اليوم بقولك إحنا مجتمع عشائر وكأن ما زلنا وراء التاريخ. لا يا عمي، الأردن بلد فيها متعلمين وفيها متحضرين، وصحيح إحنا مجتمع محافظ في أغلبه، بس كمان إحنا في محافظتنا ناس مطلعين ونؤيد حقوق الإنسان. فأنا صرت من الناس اللي يدعو إلى بيان هذه الصورة كمقدمات لقبول بعض المعارضين لإلغاء هذه المادة. جميل. يعني أستاذ، أنت بتشوف كمان بأنه المادة 308 بتتعارض جملة وتفصيلا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية في الأمان على شخصه أكيد. طيب أستاذ، سؤال أخير ل 308، شو بتشوف البديل الأفضل للعقوبة اللي تفرض على المغتصب؟ المغتصب في القانون الأردني صار في عنده كما تعلمي أكثر من عقوبة إذا كانت أقل من 15 وأكثر من 15، وقضية التزويج هذه اللي مفروضة كحل ثبت أنها أمر غير مجدي وغير قائم. الاغتصاب طبعا إذا ثبت قانوننا متشدد فيما يتعلق بالأقل من 15 سنة. لذلك أنا بعتقد نصوص قانون العقوبات بمنع هذه فكرة التزويج كمخرج من 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 مما يسمى قضية الاغتصاب، يعني هذا أمر حضاري، يعني ما عاد مقبول لا دينا ولا أخلاقا. يعني إلغاء التزويج يعد أفضل حل طبعا، هذا قطعا، لأنه هذه حالة من حالات الصراحة اللي هي يقصد فيها إنه ينقذ موقف وتستمر العائلة. كل الإحصائيات بتقول إنه هذا الزواج يحول الجريمة الوحدة لعدة جرائم. التجار بالدعارة بتصف في نوع من أنواع التشرد، إذا صار في أولاد بصير في تشرد. لذلك ثبت لدينا أن مثل هذا النص إنما هو مدخل لجرائم أخرى لا يمكن أن يعالج. جميل. أنا بقول العلاج بقضية الوعي الاجتماعي. صحيح. أنا بقول العلاج بإيقاع العقاب على المغتصب بشكل حاسم حتى يكون عبرة لغيره. أنا بقول العقاب
بمنع التزويج إطلاقا حتى لو رضى الأهل في مثل حتى يقع العقوبة على هذا الشخص. الآن في حالات اجتماعية بيصير فيها نوع من أنواع القبول بهذا الزواج من الطرفين، مش هربا. والله إذا صار في تنازل بالحق الشخصي ممكن العقوبة تنزل ويأخذ عقوبته بعدين إذا بده يتزوجها أهلا وسهلا، لكن يكون الزواج طريق مخرج لهذا الشخص المجرم لكي يهرب من العقاب ويحولها بعد ذلك إلى عائلة متشردة، هذا أمر ما عاد مقبول والواقع ما بده نقاش، هذا الأمر يجب أن يوقف فورا. صحيح صحيح. شكرا لك أستاذ سائد كراجة وعلى المعلومات الجميلة التي أخبرتنا بها. مشاهدينا فاصل ونعود معكم لنواصل فقراتنا اليوم. ومن التواصل إلى فقرة الأخبار المنوعة، في فقرة الأخبار المنوعة رح يكون معنا خبرين ملفتين. الخبر الأول من دولة المغرب، حيث في سابقة شهدتها محاكم المغرب أصدر قاض في المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بشأن إثبات نسب طفلة لأبيها من زواج غير شرعي وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين. وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضائيا أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة. وعللت المحكمة قرارها بنصوص من اتفاقيات دولية ومن الدستور، وظلت نسبة المولود خارج إطار الزواج الشرعي لأبيه مطلبا رفعته عن عدد من الحركات النسائية لسنوات طويلة، غير أن أوساطا اجتماعية كانت ترفض ذلك بحجة الخوف من اختلاط الأنساب. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن ناشطة نسائية قولها أنها شاركت في رفع هذا المطلب منذ عام 1991 وبالتعاون مع جمعية نسوية. وقالت الناشطة عائشة الشنة، قاضي طنجة بذل جهدا كبيرا من أجل تعليل هذا الحكم، لقد بحث في الدستور وفي القوانين الوطنية وفي الاجتهادات الفقهية الإسلامية، كما بحث في القوانين الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب لكي يمنحنا حكما قضائيا يشرف المغرب كدولة ديمقراطية ومنفتحة. ومن جهتي قال أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أرى أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة حكم صحيح سديد، كذلك لو حكموا بالنفقة بنت فهي مستحقة وتابعة ضرورية للحكم بثبوت النسب. أما الخبر الثاني يتعلق بحفل جوائز الأوسكار، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ثم حذفت رسالة تهنئة بفوز مخرج إيراني بارز انتقد حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بجائزة أوسكار. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الناطق باللغة الفارسية تغريدة على تويتر تهنئ الشعب الإيراني وأصغر فهرهايد مخرج الفيلم ذا سيلزمان بعد فوزه بالفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي الأحد، وذلك وفق ما أظهرته صور للتغريدة جرى تداولها على تويتر. وقاطع فرهادي مراسم تسليم جوائز أوسكار احتجاجا على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير، ويحظر مؤقتا دخول الإيرانيين ومواطني 6 دول أخرى ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وأصدر بيانا ينتقد الأمر. واختار فرهادي أمريكيين 2 من أصل إيراني ليمثلاه في حفل جوائز الأوسكار. ووفقا لرويترز فقد أظهرت صور التغريدة المتداولة على تويتر أن حساب الخارجية الأمريكية على الموقع بث رسالة في حوالي الساعة 6:00 بتوقيت غرينتش تهنئ فرهادي بالجائزة، وتم حذف التغريدة لاحقا لكن لم يتضح متى حدث ذلك بالضبط. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية أنه تم نشر تغريدة تهنئ، وإضافة أنه حذفت التغريدة لاحقا لتجنب أن يفهم خطأ بأن الحكومة الأمريكية تؤيد التعليقات التي وردت في كلمة تسلم الجائزة. والآن ننتقل مشاهدينا إلى الكاريكاتير مع زميلتنا ميس العمر.
سلمت يداك ميس على الكاريكاتير الجميل. والآن ننتقل إلى المقال لليوم، ورح يكون للكاتب رمزي الغزوي من صحيفة الدستور بعنوان آثار سيد الأشهر بين حرب وحب، حيث بدأ الغزوي مقاله بالقول: في موروثنا الشعبي أنا عجوزا فرحت بانقضاء شباط الخباط الذي كان شديدا عليها ببرده وثلجه وجليده، وقالت: راح شباط وحطينا بعينه مخباط، والمخباط هو خشبة غليظة كانت تستخدم لدق الحبوب أو لغسل الملابس. فغضب شهرنا الجميل شباط وأخذ يستغيث بآذار: آذار يا ابن عمي، 3 أيام منك وأربعة مني. خلي العجوز توجد مغزلها والمكحار، والمكحار هو خشبة رقيقة تستخدم في أفران الطابون لتحريك الرماد وإثارة الجمرات. هذه الأيام السبعة المتجمعة من شباط وآذار تسمى المستقرضات، وكثيرا ما تكون باردة جدا ومتخمة بالمطر والثلج، مما يضطر العجوز الذي أسقط في يدها وندمت على فرحها المتعجل بانقضاء البرد ورحيل شباط أن تشعل أعز ما تملكه وهو مغزلها ومحراك طابونها. وربما أسطورة هذه الأيام، ما أعني المستقرضات، تسربت إلينا من التقويم القبطي الذي التفت إليها وحددها، وكانت تدعى بالمستوفيات، أي التي تستوفي حق الشتاء كاملا غير منقوصة. أهلا آذار يا شمس وأمطار، يا هذا الشهر الحاشد بأحلام ربيع يكتنز دحنونا وفرشات وأقحوانا وبيلسانا. صباح الخير يا أيها الحب المخبأ برشفة عطر خجلة، لحبيب سيطلع مثل نهار دافئ عما قريب. صباح الخير يا آذار، فقد كنت يوم أمس أرواد ثلة خيمات بعيدات غائرات في صحن السماء، علني أملأ قبضة من قطن ناصع البياض أحشو به وسادة رأسي. يا هبي شوق يا صديقي لحلم ثلجي آخر، ستظل يا آذار سيد الأشهر ورأس الدنيا، فيك من الشتاء حميمية، وفيك كمون بحضن الدفء اللذيذ المشرب بكسرة النعاس، وفيك من الربيع نوار وأزهار وبعض طيور عجولة بكرت في غزلها، وفيك من الصيف شمس قد تلذع عين العصفور، ومن الخريف أشجار عارية تحممت أكثر من مرة بليفة المطر. يا آذار أنت مارس في التقويم الروماني، وأنت سيد الحرب في موروثهم، وكان يمثلك كوكب المريخ صاحب اللون الدموي الأحمر، ولكني أستغرب كيف ظلم هذا الآذار الرقيق الأنيق، وكيف ألصقت به علاقة الدموي الحربي الفاجع. آذار أوان الحب الذي سيهزم كل حرب. والآن مشاهدينا فاصل ونواصل معكم فقراتنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. شهدت غرفة صناعة الأردن يوم أمس حفل توقيع اتفاقيات الفوج الأول من المصانع الأردنية المستفيدة من برنامج تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والثروة المعدنية يوسف الشمالي، والدكتور رسمي حمزة مدير عام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. للمزيد تفاصيل في هذا التقرير. شهدت غرفة صناعة الأردن حفل توقيع اتفاقيات الفوج الأول من المصانع الأردنية المستفيدة من برنامج تقنية الكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والثروة المعدنية يوسف الشمالي، والدكتور رسمي حمزة مدير عام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أشار إلى أن هذا البرنامج يعد واحدا من أهم برنامج صندوق الطاقة المتجددة، والتي لفتت انتباه البنك الدولي عندما اختار صندوق الطاقة المتجددة كأفضل صندوق حكومي ممول لبرامج الطاقة المتجددة وترشيدها على مستوى العالم. الطاقة ما في حدا له غنى عنها، يعني لا قطاع خدمات ولا قطاع صناعة ولا قطاع سياحة، لكن أيضا في محددات لما يمكن أن نقوم به، لكن هذا هو الإجراءات الجديدة أو نوع الإجراءات الجديدة المرتبطة بتعزيز الكفاءة والكفاءة واستخدامات الطاقة بالشكل الصحيح. يعني 17% من مجموع استهلاك المملكة عمليا بيروح للقطاع الصناعي،
وإحنا أيضا نعلم ونقدر أن القطاع الصناعي وحتى المصانع يعني ولستة 21 أو 22 مصنع اللي ستقوم بالتوقيع اليوم، نعلم أنها أحجامها مختلفة وأنه أكبر مشغل للأيدي العاملة في الأردن. فإذا كنا بدنا نبحث عن شيء وشيء واقعي، فهو كيف يمكن أن نخفض الكلف ونعزز تنافسية هذه القطاعات، وبالتالي أن نشجع على توليد فرص عمل، تحقيق تنمية، زيادة صادرات، وإلى غير ذلك من الترابطات اللي ما بين القطاع الصناعي من جهة وبقية القطاعات. السيد عدنان أبو الراغب قال في كلمته بأن هذا التوقيع يأتي لتجسيد التعاون والتشاركية القائمة بين الصندوق والغرفة، والتي تهدف إلى تعزيز وصول المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتمويل تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. إن هذا التعاون والشراكة بين غرفة صناعة الأردن وصندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة سيستمر لتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناعيين، إضافة إلى أن الصندوق يعتبر من الأمثلة الحاضرة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، ومن جهة أخرى وبتمثيل القطاع الصناعي في مجلس إدارته وتفهم إدارته العوائق التي تواجه هذا القطاع من خلال الاجتماعات الدورية مع إدارة الغرفة، حيث أنه بعد الانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع مع المصانع التي تتوقع اليوم والتي تعتبر الفوج الأول، سيتم الإعلان عن موعد البدء باستقبال طلبات الفوج الثاني من المصانع الأخرى التي ترغب في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البرنامج. كما نؤكد على أن غرفة صناعة الأردن هي نقطة الاتصال مع الصناعة من حيث المقرر أن يتم إجراء جولات تعريفية على البرنامج في المناطق الصناعية المختلفة. رسمي حمزة المدير التنفيذي للصندوق أكد بأن هذا البرنامج تم تصميمه بعناية كبيرة وزيادة قدرته التنافسية وتخفيف فاتورة الطاقة المترتبة عليه. الهدف الأسمى كان هو تشجيع المصانع على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ودائما نضع بالبداية مشاريع ترشيد الطاقة كونها هي الأقل كلفة والأسرع تنفيذا، ومن ثم الطاقة المتجددة كونها أيضا تحمل مواصفات فنية أخرى وتكاليفها أيضا بتكون أعلى. فلذلك نبدأ بهذه المرحلة بأولا دعم إجراءات ترشيد الطاقة، دعم دراسة التدقيق الطاقي، وهي منحة مقدمة من الصندوق ب50% معالي الوزير، وأيضا بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن أيضا بتقديم 25% من هذه المنحة، والمستفيد المصنع يدفع فقط 25%، وهي علامة يعني على جدية صاحب المنشأة الصناعية في تنفيذ برنامج سيكون طويل الأمد إحنا وياه نتعاون معه على مدار عام. وقد وقع 21 مصنعاً على برنامج تنفيذ تقنية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المصانع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتشارك مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، لتكون هذه الدفعة الأولى المستفيدة منه، حيث يعد هذا البرنامج المستدام داعماً للقطاع الصناعي وتشجيعاً لاستخدام تطبيقات تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ومن حياتنا إلى المفكرة اليومية لنتعرف على أبرز الفعاليات المقامة لليوم. تقيم المؤسسة العالمية الحديثة للخدمات الجامعية جيسكو المعرض التعليمي العاشر للدراسة في الخارج، وذلك في فندق كيمبينسكي في شميساني من الساعة 5 وحتى 9 مساء، حيث يستمر المعرض حتى يوم غد. تقيم شركة الروابط العالمية للخدمات الجامعية المعرض التعليمي لجامعات بريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا، وذلك من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:30 مساء في فندق كراون بلازا بأم أذينة. يقام عرض فيلم النكبة الجزء 3 والرابع للمخرجة روان الضامن، وذلك في دارة الفنون بجبل الويبدة في تمام الساعة 6:30 وحتى 8 مساء. يقيم جدل للمعرفة والثقافة جلسة حوارية تفاعلية جديدة مع الأستاذ عمار السكجي للحديث حول ميكانيكا الكم، وذلك في ملتقى جدل في جبل الويبدة في تمام الساعة 7 وحتى 9 مساء. تقيم مؤسسة أوتاد الثقافية وبالتعاون مع القسم الثقافي الأمريكي أمسية شعرية للشاعرة الأمريكية إليسيا نيكول هاريس، وذلك في أوتاد الثقافية في جبل الويبدة في تمام الساعة 7:30 وحتى 9 مساء. يستمر معرض يوسف قعوار تحت عنوان الأذن الوسطى في دارة الفنون بجبل الويبدة،
حتى 15 من شهر آذار المقبل. ونعود إليكم لننتقل إلى المقال الثاني، والمقال الثاني لليوم سوف يكون للكاتب عصام قدماني من صحيفة الرأي بعنوان الدخل من السياحة والحوالات، حيث بدأ قدماني مقاله بالقول: خلافا للتوقعات لم تتأثر حوالات العمالة الوافدة في الأردن سلبا، بشرط وضعته وزارة العمل ألزم العامل الوافد تحديد موقعه الجغرافي المثبت على تصريح العمل عند إرسال الحوالة، لأن العمالة ببساطة تجاوزته. فالحوالات تتم عبر أردنيين وتوزع على حاملي التصاريح ومحال الصرافة لا تلتزم بهذا القيد. هذه ملاحظة على الهامش، وددت تسجيلها قبل قراءة أسباب تراجع حوالات المغتربين الأردنيين بالخارج. حوالات الأردنيين العاملين في الخارج انخفضت العام الماضي بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.628 مليار دينارا مقارنة مع مستواها في العام الماضي. وحسنا فعل البنك المركزي الذي لاحظ هذا التراجع ورفع أسعار الفوائد على الودائع في محاولة لسد ثغرة فشل خطط جذب المدخرات الخارجية وتوظيفها في مشاريع محلية. وهكذا فعل في التسويق الناجح لسندات التنمية التي أصدرها وروج لها بين الأردنيين في دول الخليج. لا يكفي رفع سعر الفائدة لجذب المدخرات في الخارج وما لم تتوفر فرص استثمارية ذات جدوى وصناديق تعمل بشفافية، فإن المغترب لن يكترث وسيحتفظ بمدخراته في بنوك الخليج التي اجتذبتها فعلا بفضل أسعار فوائد مناسبة، أو أن يضعها في العقار هنا أو في أي مكان آخر. الحوالات أحد أهم التدفقات المالية الخارجية، وتفوق قيمة المساعدات وحتى تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر والسياحي منفردين، وتستحق أن يفرد لها اهتمام خاص وتواصل من نوع خاص على أن لا تكون عاطفيا، وهو متوفر لدى الجالية الأردنية حيثما حلت، بل عن طريق خلق أدوات أكثر جذبا غير سعر الصرف الدينار وأسعار الفوائد. الملاحظة الأهم هي في بيانات الدخل السياسي التي بدأت بالتحسن منذ شهر أيلول العام الماضي وانعكست على أداء الدخل السياحي لبداية العام الحالي، فارتفع إجمالي الدخل السياحي لشهر كانون الثاني إلى 367 مليون دولار بارتفاع نسبة 12.2% مقارنة مع تراجع نسبته 6.3% للشهر ذاته من عام 2015. في العادة تشكل هذه الفترة موسما مناسبا للسياحة الأجنبية، لكن الإضافة هي السياحة من دول شرق آسيا، لكن بالمجمل فإن السياحة ما زالت متعثرة بالنظر إلى سنوات السمن والعسل. صحيح أنه لا يمكن عزل الأوضاع الإقليمية كمؤثر رئيسي، لكن يمكن القول أن توظيف هذه المؤثرات إيجابيا لم يحدث، بل على العكس، فإن المخاوف التي قللت من حجم السياحة يجري تعزيزها ببث مزيد من الرسائل السلبية والتعقيدات والقيود تجاه جنسيات تشكل اليوم الدفق السياحي لدول كثيرة في العالم. والآن مشاهدينا فاصل ونعود معكم لنكمل باقي فقراتنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. نود التنويه مجددا بتعليق دوام المدارس في العقبة وقصبة معان والبادية الجنوبية بسبب الظروف الجوية. نتمنى السلامة للجميع. والآن ننتقل وإياكم إلى حركة السير وأجواء الشوارع لهذا الوقت.
والآن مشاهدينا ننتقل إلى موجز الأخبار ونبدأها بالذكرى الأولى لاستشهاد البطل الرائد راشد حسين الزيود، حيث يصادف اليوم الأربعاء الموافق الأول من آذار الذكرى الأولى لاستشهاد البطل الرائد راشد حسين الزيود الذي وقف إلى جانب رفاق السلاح بالتصدي لمن سولت لهم أنفسهم بالعبث بأمن الوطن والمواطن. واستشهد الزيود في إربد حيث تعاملت القوات المسلحة مع مجموعة إرهابية، وكان الشهيد من بين القوة التي تصدت لهذه المجموعة. رحم الله شهداء الأردن وحمى الله أردن عزيزا منيعا. وننتقل إلياكم إلى الخبر التالي، حيث أكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن مسودة قانون المسؤولية الطبية والصحية بيد اللجنة الصحية بمجلس النواب، مشددا على أن وزارة الصحة على أتم الاستعداد للقبول بالتعديلات التي يتم التوافق عليها مع النقابات الصحية من خلال اللجنة النيابية. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم إخراج مسودة القانون إلى النور، قائلا أننا جاهزون لمناقشة المواد الخلافية بالمسودة وافق عليها. وكان الوزير الشياب أكد أن لا نية لدى الحكومة لسحب مسودة مشروع القانون من مجلس النواب، وأن موقف الحكومة أكد عليه رئيس الوزراء هاني الملقي خلال لقائه النقابات الصحية في مجلس النواب. واعتبر الشياب أن مسودة القانون مفتوحة للنقاش ولا ضرورة لسحب المشروع من مجلس النواب طالما يمكن التعديل عليه بالاتفاق مع اللجنة الصحية في مجلس النواب. والخبر التالي، قرر وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة يوم أمس الثلاثاء إغلاق مركز رعاية للمعوقين وإنذار مركزين آخرين لارتكابهما مخالفات جسيمة تضر بمتلقي خدمتها. وكان أحد المراكز المنذرة أعطي مهلة شهر لنقل منتفعيه من مبناه الحالي كونه يشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم. وقرر عزايزة أثر زيارته لعدد من المراكز الرعاية المعوقين التابعة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة تشكيل فرق رقابية من مركز الوزارة وميدانها للتفتيش الدوري على مراكز رعاية ذوي الإعاقة بشكل مفاجئ، وتيسير عمل فريق الرقابة المستقلة أثناء قيامها بدورها الرقابي وعدم التهاون مع مراكز رعاية المعوقين المنذرة، والبالغ عددها عام 2016 نحو 10 مراكز، وثلاثة مراكز أنذرت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين.
والخبر التالي: أكد الأردن على موقفه الرافض لأي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستنكر الأردن على لسان مصدر حكومي قرار محكمة الصلح الإسرائيلية باعتبار القدس والمسجد الأقصى المبارك مكانا مقدسا لليهود، معتبرا أن القرار يخالف قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بهذا الشأن. وقال المصدر أن الأردن يرفض المساس بالمقدسات والحقوق التاريخية للقدس، كما أعلن رفضه للإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، واعتبر أن قرار المحكمة من شأنه أن يقود عملية السلام واعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحيين في القدس، واعتبر أن هذا القرار يعبر عن سياسة إسرائيل الأحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس. يشارك الأردن في اجتماعات أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الكويت، والتي انطلقت يوم أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويناقش المكتب التحضير للدورة 47 لمجلس وزراء الصحة العرب التي ستنطلق اليوم حول تحديات الصحية والدوائية في دول المنطقة والاستراتيجية في مكافحة الإيدز. والخبر التالي: أعلن المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن عن البدء باستقبال طلبات الترشح لجائزة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود للإبداع للمواطنين والمقيمين. ويأتي تنظيم هذه الجائزة بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للأردن أواخر الشهر الحالي. وبيّن مدير المكتب الإعلامي المتحدث الرسمي بالسفارة عبد السلام بن عبد الله العنزي أن الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين الأردنيين بالإضافة إلى المقيمين على الأراضي الأردنية من كافة الجنسيات ولكافة الفئات العمرية من كلا الجنسين سواء كانوا محترفين أو هو. وتقسم الجائزة وفق العنزي إلى فرعين اثنين هما مسابقة أفضل مقال ومسابقة أجمل لوحة، وسيمنح الفائز بالمركز الأول من كل فرع مبلغا ماليا ومقداره 2000 دينار، كما سيتم منح الفائز بالمرتبة الثانية من كل فرع مبلغا قدره 1000 دينار، أما الفائز بالمرتبة الثالثة من كل فرع فسيحصل على رحلة عمرة مجانية. إلى هنا يكون اللقاء قد انتهى، على أمل اللقاء بكم يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.